زعما ساكي برومي جور رمضان هذه لي برومي مصاح رمضان ولي الكل وداه غادي يتسلن وداه غادي يتوالي اكامي زعما ساكي نفخ نخدمي بتيت سورتي افيك البرومي جور رمضان الحمد لله رحنا عندنا خبت في سن الاسواق الجواريه عندنا سوق الاسواق الجواريه كان الوالد شوك لنا السلعه كيفنا لي برين سيكسيتيرا نعطينا عندنا سلسله الحجر الاساسي او نيفو دو لا كومين دو بجايه هي منطقه تقليعات وكي افيكتيفمون الحمد لله نشكر ذاك السلطات العليا للدوله عندك عندها الارض مخصصه لبناء المسجد يا عندها سي كونسي دي مينيس بور ديكلاسمون دان تيران دان تيران فوريسي لينا الحمد لله ساكي كل مواطن من بلادنا فرحان يعني بور لا بروميير فوا اللي نسعنا خاطر نسعنا لا ممكن عندها الزغلان بور لا بروميير فوا ساكي نسس الحجر الاساسي ان شاء الله المسجد هاكيا ان شاء الله ساكي رمضان يدي لحو ان شاء الله الزغلان ديكس بون زبنا الزغلان في خاطر خدمنا وين كنا بلاتفورم اكسيتيرا مي ان شاء الله الناس العام الجاي ان شاء الله من الوقت هاكي ما يحيا خربي انوحتنا للجامع ديالنا مسجد مزوار تم إعادة فتح مسجد عبد الرحمن بن خلدون هذا المسجد المتواجد بقصبة بجاية وقصبة بجاية كما تعرفون قد بناها النصر بن علاء الناس في حدود 461 للهجرة أو 460 للهجرة ثم انتقل إليها في حدود 461 للهجرة فسكنها حتى يعني بجمالها وروعة مكانها ومنظرها لما زارها عبد الكريم داعي العراق وبغداد وشامهما في الناصرية ما إن مثلها بلد بر وبحر وموج للعيون به مسارح بان عنها الهم والنكد حتى يصل إلى قوله يا طالبا وصفها إن كنت ذا نصف قل جنة الخلد فيها الأهل والولد. هذا المسجد الذي بناه نصر بن علاء الناس في هذه القصبة أمه الكثير من العلماء. الحمد لله العزيز الوهاب الملك الذي أرسل رسوله بالحق فعمل مروء الممالك وقيض له من بعده أصحاب النشر والدين هنا وهنالك ومن بعده علماء الأفداد بيانوا ووضحوا الطريق للسالك كالشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك وذنون المصري الزاهد الناسك الذي قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وزد وبارك. أما بعد كيني الطالب كيني صلاح الدين دين يقلى جمعية ابن خلدون قلنا جاية سحي الله كسبة الجمعية أثني الديزا جديدة السيني قلدي لـ 11 مارس 2024 يعني الجمعية مش ذا قديم ذا قديم عريق جدا بس كيف لسه أكثر من 10 قرون كسمي قلدي لبم يرفوا كويثا كويث ما يتقبل لا والحمد لله السيني يقلى نعظم سلال آذن ديني